أهلا بكم. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكما يلزم كردستان العراق بتسليم العائدات المالية لنفطه المنتج للحكومة في بغداد المنتج، واعتبرت أن قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق خرقا واضحا وصريحا لدستور شركاء العملية السياسية الحالي. وكانت حكومة الكاظمي قد اتفقت على منح كردستان نحو 13% من ميزانية العام 2021 مقابل استلامها 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقول شمال العراق، لكن حكومة بغداد اتهمت لاحقا كردستان العراق بالتنصل من هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن الحصص النفطية وعائدات النفط المصدر إلى الخارج. ويؤكد المراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية الجديد قرار سياسي بحت يأتي في سياق تفضيف ثروات العراق الطبيعية في الصراع المستدام بين شركاء العملية السياسية، وليس حفاظا على هذه الثروات أو إبعاد أيادي الفاسدين الحكوميين عنها حتى وإن أتى بصيغ قانونية. توظيف ثروات العراق في الصراعات بين شركاء العملية السياسية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بشمالي العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة مغزى في توقيت إصدار هذا القرار المتعلق بقانون النفط والغاز لكردستان العراق في خضم أزمة شركاء العملية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألم تثبت ردود فعل شركاء العملية السياسية إزاء هذا القرار بين مصفق له وشاتم أنهم جميعا لا يحترمون دستورهم الذي توافقوا عليه جميعا؟ وماذا لو توافق شركاء العملية السياسية على صيغة الحكومة الجديدة والمشاركين فيها مرة أخرى؟ هل سيلغى هذا القرار ويكون في طي التجميد لحين بعثه من جديد عند الحاجة؟ ولماذا وافق أصلا شركاء العملية السياسية على سن المحكمة الاتحادية السابقة قانون نفط وغاز خاص بكردستان العراق عام 2007؟ ثم أليس النفط والغاز وبقية الثروات هي ملك للشعب العراقي ولا يجوز إدارتها واستثمارها إلا من قبل حكومة وطنية تمثل الشعب العراقي فعلا؟ وما مصير الأموال المتحققة من تصدير نفط وغاز كردستان العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم؟ هل ستعتبر أموالا منهوبة على غرار بقية أموال العراق المسروقة بالفساد الحكومي؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، فارس المهداوي، مصطفى البزرقان. في حال الاتفاق تشرع القوانين وتعقد الصفقات بما يلبي مطامع السياسيين الفاسدين في العراق، وعند النزاع يبدأ الابتزاز السياسي بتلك الصفقات ويخرج صندوق الفساد الأسود للعلن. هذا هو العرف السياسي في العراق بعد عام 2003، وعلى ذلك تعاقدت الأحزاب والكتل. تحضر هذه المقدمة في ذهن الباحث عن سبب وجيه لإعادة إثارة قضية قانون نفط كردستان العراق الصادر عام 2007، والذي أتاح لحكومة أربيل حرية التصرف والبيع الاستقلالي للنفط بعيدا عن سلطة بغداد. وفي هذه الفترة وبعد 15 عاما صدر حكم من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذا القرار، وعليه فيلزم حكومة أربيل تسليم كل نفط شمال العراق إلى بغداد. مليارات الدولارات ما بين نفط مباع وآخر مهرب ملأت خزينة حكومة أربيل طوال كل هذه السنوات، ولم تتحرك المحكمة الاتحادية. وفي هذا الوقت وفي ظل تداعيات الصراع ما بعد الانتخابات وموقف الكتل الكردية من طرفي الصراع، صدر هذا القرار ليكون بمثابة ابتزاز سياسي لا أكثر. أما طوال السنوات السابقة فلم يظهر أي حرص وطني على اقتصاد العراق المنهوب على يد جميع السياسيين منذ 20 عاما تقريباً. هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية أثار غضب قوى الإطار التنسيقي بناء على خلافات سابقة، فعمدت المحكمة الاتحادية إلى تأديب حكومة أربيل عبر إصدار قرار بعدم دستورية قرار نفط كردستان العراق الصادر عام 2007. فما أسرع حسم المسألة عند المحكمة الاتحادية عندما يتعلق الأمر بشيء يثير حفيظة الميليشيات، وما أبطأ قراراتها عندما تكون الميليشيات راضية عن طرف ما
ولو على حساب الاقتصاد العراقي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في توظيف شركاء العملية السياسية لثروات العراق في الصراع المزمن والمستدام بينهم على خلفية قرار المحكمة الاتحادية الجديد والقاضي بإبطال قانون النفط والغاز في شمال العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا معنا عبر سكايب الدكتور فارس المهداوي الكاتب والباحث السياسي، ومعنا أيضا عبر سكايب من لندن الدكتور مصطفى البزرقان مدير مركز الطاقة المعلوماتي والبحوث في لندن. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية وأبطلت فيه قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق، والذي يعني سنت المحكمة الاتحادية السابقة قبل إلغائها، أن يأتي هذا القرار في خضم هذه الأزمة المتصاعدة بين شركاء العملية السياسية على خلفية تشكيل الحكومة، هل حمل ثمة مغزى في التوقيت أم أنه جاء مصادفة لا علاقة له بما يجري من صراع بين الأقطاب العملية السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة ربما واحدة من العبارات التي ترددت كثيرا على ألسنة كل أقطاب العملية السياسية منذ عام 2003 لحد الآن هي عبارة الدستور، قبل أن يسن الدستور قبل 2005 وما بعده. نعم. والدستور حاضر في الحديث في كل مكان، لكن تطبيقات هذا الدستور غير موجودة، رغم أنه يجب الاعتراف ويجب القول من البداية أنه دستور كسيح لا يساوي شيئا، لأن الكل لا يحترمونه والكل لا يثقون به والكل يتصرفون معه عندما يكون لصالحهم. سنأتي على هذه النقطة. نعم. كشيء مهم جدا، وعندما لا يكون لصالحهم يمسحون به للأسف الشديد أحذيتهم هكذا. عموما هذا القرار أو هذا القرار من المحكمة الاتحادية أعادنا إلى قضية الجدل، لذلك أنا تحدثت عن الدستور، قضية الجدل في الدستور وقضية الجدل في السياسة. وهذا الجدل في السياسة والدستور في العراق جدل مستمر، لأن الدستور فيه مثالب كبيرة ومصائب كبيرة، والآن يتحدثون الكل يريدون تعديله ويقولون إنه هذا الدستور يعني كتب على عجالة، ولا أعرف ما هي العجالة، يعني كانت هذه القوى التي تسمى نفسها معارضة قد اجتمعت وقد هيئت لحكم العراق، يعني ربما قبل سنتين من احتلال العراق، وكانت تعد نفسها لقيادة العراق، وكان كتابة الدستور قد حصلت بعد احتلال العراق بسنتين، لكن هكذا بقضاء 91 وهذه المعارضة تعد لحكم العراق. نعم. لماذا لم يعدوا دستورا؟ وبالتالي الكل يقول إنه هذا الدستور جاء مكتوبا باللغة الإنجليزية، واللي عد فريدمان الأمريكي وجاء به وترجموه وعملوا به وما زالوا يتمسكون به الحقيقة. نعم. وفي جدل السياسة هذه كل القوى السياسية، وجزء من هذه المشكلة وجزء من الكارثة التي حلت في العراق إنه كلهم لا يثقون ببعضهم، الثقة مفقودة بين هذه القوى، لذلك كل القرارات كانت خاضعة للمحاصصات. وعندما نأتي الحديث عن قرار النفط، يعني نأتي الجانب، عندما تنظر إلى الجانب الكردي يقول لك إنه هذا القرار غير دستوري وغير قانوني، ولهم حق في ذلك في هذا الحديث، لأنه في هذا الدستور مادة في هذا الدستور اللي هي المادة 115 تقول إنه يعني لم يصدر قرار تخصيصي للسلطة الاتحادية يخصص السلطة الاتحادية سلطات معينة، فمن حق الإقليم أو حتى المحافظات التي لا تنضم في إقليم، لا غير منضمة في إقليم، أن تتصرف وفق رؤيتها وفق قرارها، والقرار الذي يصدر بالإقليم ويصدر في هذه المحافظات هو الذي يعتمد عليه. لذلك في عام 2007 سنت القوى الكردية هذا القانون اللي قانون النفط والغاز، النفط والغاز، واللي أشرت أنت حضرتك في المقدمة عنه لماذا لم يوقفوه. فمن 2007 لحد الآن 15 سنة مرت،
يقولون أنه اعترضوا عليه في 2012 و2019، لكن المحكمة الاتحادية كانت مثل ما يقولون تراعي السياسة، تراعي، لكنها لم تعمل. الآن توقيتات غريبة عجيبة، ومن حق الأكراد أن يقولون. دكتور، هناك دعوتان مقامتان ضد هذا القانون. نعم، هي في 2012 و2019. نعم. ولم ينظر فيهما، وقالوا أنه كانت المحكمة الاتحادية تراعي السياسة. الآن المحكمة الاتحادية هل لا تراعي السياسة؟ طيب، وإذا كانت المحكمة الاتحادية هي، والبعض الآخرين يقولون أن المحكمة الاتحادية هذا من اختصاصها أن تدخل في هيج قضايا، نعم في اختصاص هذا لا نعترض عليه إذا كانت قضايا دستورية وهي تعدل. طيب، لماذا لم تعدل على الموانئ؟ لكل أرصفة الموانئ، في كل الموانئ العراقية هناك أرصفة خاصة للميليشيات تتحكم فيها، والنفط يهرب، كارثة. هذا ليس دفاعا عن أن النفط يوزع للأكراد بالطريقة التي يوزع فيها، والآن يصدر وما يصدر قانون للنفط والغاز من عام 2007 لحد الآن رغم اتفاقهم عليه، ويقولون ضمن السقف الدستوري، وكثير من المواد في الدستور هي غير مطبقة وغير غير غير محترمة عند الجميع، لكن عندما تمس بها مصالحهم. نعم. يبدأون بالحديث عن الدستور أنه هذه مو قضية دستورية وغير قضية قانونية، وبالتالي يتخاصمون ويرجع الخصام على سطح ال. وهذه نقطة سنتحدث عنها دكتور. نعم. إذا سمحتنا، إذا أنه جماعة إذا توافقوا هل القرار سيلغى أم سيجمد؟ دكتور فارس الخطاب، مساء الخير أولا. أهلا وسهلا، مساء الخير. قرار المحكمة الاتحادية بقرارها بعدم دستورية، ودستورية طبعا بين قوسين، قانون النفط والغاز الذي شرعته المحكمة الاتحادية السابقة سنة 2007 برقم 22، وأنه الآن هذا القانون غير دستوري، وبالتالي فأنه كل عائدات النفط والغاز المنتج في شمال العراق والمصدر يجب أن تعود إلى وزارة النفط وبقية تفاصيل أخرى. يعني حل الأزمة السياسية أم عقدها؟ تحية لك طبعا أستاذ ماجد ولضيوفك الكرام. أنا أعتقد أن الموضوع تم تعقيده بشكل واضح، وأيضا ربما أثار زوبعة خاصة لدى إقليم كردستان، حيث أن الموضوع الحقيقة ليس في توقيته، وأيضا يأتي في ظل حكومة تصريف أعمال ليس من ربما من واجباتها الرئيسية أن تحيل قضية مثل قانون النفط والغاز إلى المحكمة الاتحادية من أجل إعادة النظر فيه. لذلك هناك من يقول أن هذه عبارة عن هجمة منظمة تقودها قوى ربما مرتبطة بإيران بطريقة أو بأخرى من أجل إرباك الأوضاع في إقليم كردستان وإيقاع مزيد من الضغط بسبب مواقف كردستان ربما، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم الذي ربما أخذ منحا باتجاه متقاطع مع الإطار التنسيقي، وبالتالي متقاطع مع رغبات القوى الموالية لإيران أو القوى الولائية لإيران. لذلك القرار سياسي، والدليل أنه سياسي أيضا داخل المحكمة الاتحادية. لو كان فعلا يستند إلى مادة دستورية واضحة المعالم واضحة التصويب لما كان اختلف اثنان من القضاة ورفضوا التصويت في المحكمة الاتحادية لصالح إلغاء القانون. وهنا يجب أن ننتبه كثيرا أن هذه حالة نادرة أن يكون هناك نصا دستوريا واضحا ويتقاطع معه قضاة محترمون في درجة عالية ربما من التسلسل المهني الوظيفي في سلك القضاء يتقاطعون مع الإلغاء أو الموافقة. وهذا الحقيقة مقصد واضح، توقيت واضح. الشعب العربي في العراق والشعب الكردي في العراق يعلم أن إقليم كردستان الآن بات مستهدفا بالدرجة الأساس من إيران، وبالتالي من الميليشيات والقوى الموالية لإيران، وعلى إقليم كردستان أن يتصرف أيضا بحكمة ربما أشار إلها برهم صالح في رسالته الموجهة إلى المحكمة الاتحادية وإلى مجلس النواب بطريقة أقرب منها إلى التهديد، إلى أن الوضع في إقليم كردستان قد ينعكس على عموم العراق، لأن هناك قوانين كثيرة مجمدة وغير
يعني لم يبت المحكمة الاتحادية لم تبت بها ولم تعالجها حتى جلسات مجلس النواب طيلة الفترات الممتدة منذ تأسيس أول مجلس النواب وحتى الآن. يعني هناك قضايا كثيرة عالقة ومتوقفة، والأمور تجري على هوى الحكومات المتتالية والمتعاقبة في العراق لتكون عمليات الفساد بعيدة عن القوانين المشرعة والقوانين التي ربما تنتظر الموافقة النهائية أو التصديق من المحكمة الاتحادية. أشكرك دكتور مصطفى البزرقان، أولا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم بالضيوف والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا دكتور. هذا القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى جهة قضائية الآن موجودة في العراق، بإبطال قانون النفط والغاز المعمول به في كردستان العراق، والذي تعمل تحت مظلته السلطات هناك في إنتاج النفط والغاز وتصدير هذا المنتج من الثروات الطبيعية، هل تعتقد أن هذا القرار نسف كل هذه التجربة اللي عمرها 15 سنة من عمليات الإنتاج والحفر والتنقيب والاستكشاف في شمالي العراق، وأيضا يعني هناك اتفاقيات مبرمة مع شركات أجنبية، الآن هذا القرار تعتقد أنه نسفها وإنتاج النفط أو استكشافه أو تنقيبه تماما توقف؟ برأيي المتواضع أنه القرار جاء لصالح ثروات العراق ولصالح العراقيين. لماذا؟ لأنه القرار يعيد إلى الاهتمام قانون النفط والغاز. بالضبط في هذا الأسبوع قبل 15 عاما قدم مشروع قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي ولم يصدق ولم ينتهي النقاش منه لحد اليوم 15 عاما. هذا القرار يجعل أنه من مسؤوليات الحكومة القادمة أنه تنظر وتعيد النظر بقانون النفط والغاز. كذلك البرلمان الجديد أو مجلس النواب الجديد لابد أن يأخذ على عاتقه حل هذه المشكلة وإقرار قانون النفط والغاز. هذا القانون يتطرق بكافة تفاصيل الإنتاج، عملية الإنتاج والتنقيب والمحافظات المنتجة، كافة التفاصيل هذه لابد أنه تعرض ليس على مجلس النواب فقط، تعرض حتى على من خلال وسائل الإعلام، من خلال محطتكم تفاصيل هذا القانون. هذا القانون لصالح العراقيين وثروات العراقيين. إن أقرت هذه المحكمة عدم مشروعية قانون النفط والغاز في الإقليم، هذا يختلف عن قانون النفط والغاز في العراق. هذا الذي يجعل أنه لابد أنه الاهتمام بهذا القانون. هناك ثروات يعني نهبت، وهناك ثروات يعني فقدت بسبب الفساد. إن لم نعود إلى قانون النفط والغاز الذي نص على ثروات العراقيين هي للعراقيين، لابد أن نعيد النظر بكافة التفاصيل الدستورية. وكما ذكروا ضيوفكم هناك مواد بالدستور لابد من إعادة النظر فيها. هذا من جانب. من جانب آخر، بعيدا عن الصراع السياسي، لابد أن تضع مصلحة العراق وثروات العراقيين وحماية هذه الثروات في مقدمة جدول أعمال مجلس النواب وكذلك الحكومة. دكتور، هناك من يؤكد أن هذا القرار سيعود إلى الأدراج، سيجمد، سيلغى، سيقتل، سيغتال إذا ما توافق شركاء العملية السياسية على صيغة جديدة للشراكة في الحكومة القادمة. هذا القرار لا علاقة له بالحفاظ على ثروات العراق، والدليل دكتور رافع ذكر أنه هذه المحكمة لماذا لا تتحرك على موانئ العراق، وهناك من طرح لماذا هذه المحكمة لا تعيد النظر، تعيد تنظر فيما يسمى بجولات التراخيص النفطية التي عقدها الشهرستاني في حكومة المالكي. القضية متعلقة بصراع سياسي وليس قانوني أو حفاظ على يعني ثروات العراق كما يقول طبعا العديد من المراقبين والمختصين العراقيين. ملاحظتك مهمة، ومنذ عام 2007 ولحد اليوم كانت هناك يعني قرارات وكان هناك خلافات بين الإقليم وبين حكومة بغداد. أنا كنت دائما أطلق عليها هي أنه الثروات النفطية العراقية هي بين مطرقة أربيل وسندان بغداد. كلامك جميل وصحيح، تكرار العملية، وكان هناك مباحثات وقطع النفط وبالتالي قطع الإمدادات النفطية أو قطع المصادر المالية عن حكومة الإقليم. ولكن هذه النقطة أنا برأيي لابد أنه الانتظار، هل سيكون هناك التزام بهذا القرار؟ هل سيكون هناك تنفيذ لعودة
مناقشة مشروع النفط والغاز أم سيوضع على الرف كما كان في السابق، وبالتالي سنتفق مع هذه الطروحات الآن. أشكرك دكتور رافع، تعليق وعندي سؤال. يبدو الدكتور مصطفى متفائل أنه هذه بداية جيدة من المحكمة الاتحادية للالتفات إلى ثروات العراق المنهوبة والمسروقة، وهذا القرار يجب أن يثنى عليه ويطلب بقرارات مماثلة للحفاظ على ثروات العراق ومقدراته الاقتصادية من نفط وغاز وغيرها من الثروات. وفعلا ما يقول الدكتور البزرقان صحيح إذا كنا ننظر له بهذا الاتجاه. يعني بدلا من أن تصدر قرار توقف به قرار التصرف بالنفط والغاز في كردستان اللي صدر عام 2007، صدر لي قانون للنفط والغاز لعموم العراق. عندما تصدر قانون للنفط والغاز اللي متوقف من 15 سنة من 2007 ناقشوه وتركوه، أنت عندما تصدره هذا سيتقاطع مع الرايات الصغيرة. أنت نحتاج إلى راية كبيرة تشمل العراق كله. ما هي هاي المشكلة؟ لذلك أنا قلت هذا القرار، هذا القرار من المحكمة الاتحادية عادنا مرة أخرى إلى جدل الدستور وجدل السياسة. ما هو شكل السياسة التي عندنا بالعراق؟ هل هي سياسة مركزية؟ هل هي سياسة فدرالية أم كونفدرالية؟ ما هو هذا الموضوع؟ الآن هم من البداية اتفقوا على أنها فدراليات، نعم، لكن عندما قوة جزء من معين من القوى التي تحكم العراق تخلت عن الفدرالية تريد مركزية، نعم، فبالتالي لم تصدر هذا القرار لأنه فيه ذهاب إلى الفدرالية. الأجزاء الذين وافقوا في الفدرالية أرادوا أن يستثمروا هذا الموضوع ولهم حق في ذلك وفق الدستور مالهم لكنهم في كل الأحوال الطرفين هم يعني آذوا العراق، أذوا العراقيين وأذوا العراق، لأنهم في الدستور نفسه في المادة 111 من الدستور تقول أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي. نعم. طيب ملك للشعب العراقي كيف؟ إذا أنت تتصرفون بملك الشعب العراقي، هل الشعب العراقي يعني كان هذا النفط نقمة أم نعمة عليه؟ هذا نقمة كبيرة. الشعب العراقي من 19 سنة لحد الآن زاد فقر، مساحة الفقر ازدادت، زادت مساحة البطالة، زاد العراق انهيار، خدمات غير موجودة، سياسات فوضى، اقتصاد فوضى، كل هذا فوضى. والنفط هذا الذي يصدر تأتي أمواله وتذهب إلى الفساد. نعم. وبالتالي أنت عندما تقيس على يعني ما يطرح في إقليم كردستان الآن مثل ما يسمونه، ما يطرح في المحافظات الشمالية في أربيل الآن، يقول لك إنه إحنا صدرنا قانون ب 2007 لأنه لا يوجد قانون للنفط والغاز، ومن حق الأقاليم أو المحافظات الغير مرتبطة بإقليم أن تتصرف كما يرى كما تريد. إذن هل من حق البصرة أن تتصرف كما تريد وهي تصدر نحو 90% من نفط العراق؟ ما البصرة أسوأ محافظة الآن، وأهلها وأهلها يعني غالبيتهم من الجياع وتحت خط الفقر. هل يحق لهم وهم يصدرون النفط والآبار تابعة لهم أن يتصرفون بهذا الشكل؟ هي هذه القضية. فأنت تعود إلى جدل السياسة، وين السياسة الوطنية؟ وين الإطار الوطني الذي يحافظ على العراق كله؟ وكل الشركاء السياسيين متفقين غير وبيناتهم ثقة عالية، مو ثقة مفقودة بهذا الشكل، ويتفقون على خدمة المواطن وتسخير ثروات البلد لخدمة البلد، للبناء، للإعمار، للازدهار، وليس للصراعات السياسية. لذلك كل قراراتنا، أنا قلت كل القرارات تصدر في العراق هي قرارات خاضعة للمحاصصات. يعني الآن لماذا هذا الموضوع؟ لأنه محاصصة تختلف، ومن حق الأكراد أن يقولوا هذا، أن يقولوا أنه القرار مسيس. نعم، لأن كل القرارات مبنية على المحاصصات. فبالتالي الآن أكو تحالف ثلاثي وأكو تحالف آخر، أكو قوى أخرى يجب أن تقف ضد هذا التحالف. عندما رفض هوشيار زيباري لولاية لترشيح رئاسة الجمهورية، كانت هذه واحدة من الخطوات التي يراد بها إفشال هذه القوى، وبالتالي بدأوا بهذه القضية. سنتحدث دكتور أكثر بعد الفاصل عن قضية، نعم، يعني هذا التوظيف لثروات العراق، وطبعا حتى في قضية مؤسسة القضاء في صراع يعني سياسي. نتوقف عند هذا الفاصل القصير، نشاهد فيه تقرير عن أبرز ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز الصادر عام 2007 برقم 22 خاص بكردستان العراق، وأيضا ردود الفعل يعني عليه.
نشاهد ثم نعود لإكمال النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق وتداعيات هذا القرار. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور فارس الخطاب والدكتور مصطفى البزرقان. دكتور فارس الخطاب، إلى أي حد برهن هذا القرار وردود فعل طبعا شركاء العملية السياسية المتشاكسين عليه؟ الميليشيات أثنت على القرار وصفقت له، الأحزاب الكردية هاجمت القرار واعتبرته استعداء لكردستان العراق وخرق واضح للدستور الاتحادي بين قوسين كما جاء في تصريح لمسعود بارزاني. إلى أي حد أثبتت هذه الحادثة أو القرار أن شركاء العملية السياسية الذين توافقوا على الدستور واتفقوا عليه ويحكمون باسم هذا الدستور أنهم لا يحترمون الدستور، وما ينتج من المؤسسات العاملة في ظل هذا الدستور من أحكام وقرارات دستورية كما المحكمة الاتحادية العليا الآن؟ الحقيقة الدستور يعني أعتقد أنه عملية مستغلة أكثر مما هو مشروع تشريعي للعراق من أجل أن يحكم سلوكيات وتصرفات وحقوق وواجبات الجميع. الجماعة الذين أتوا الحقيقة مع المحتل الأمريكي والذين تواطؤوا أيضا مع الجانب الإيراني وغيره قاموا باستغلال الدستور في الفقرات التي ربما تشكل فيها ثنائية يمكن أن تفسر لصالح هذا الطرف أو ذاك أو هذه القضية أو تلك، وبالتالي فالدستور لا يمكن الاعتماد عليه فيما يجري فيما بين الذين أتوا في هذه الحلة التي تسمى ما بعد الاحتلال بقوى المعارضة العراقية، والذين ربما يشكل فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني بوابات كبيرة للدخول والولوج إلى عملية التآمر على العراق وتشكيل قاعدة أمينة لهذه المعارضة ولا ننسى مؤتمر أربيل وغيره من التي شهد لها التاريخ الأسود من أجل جمع الذين تواطؤوا مع المحتل الأمريكي ومع حتى المشاريع الصهيونية الهادفة إلى تدمير العراق. لذلك كل الخطوات فيما إذا ما راجعنا جلسات مجلس النواب العراقي وهو عبارة عن تشكيلة لهذه التركيبة السياسية العفنة أنا أسميها الحقيقة، لأنه روائحهم تسكم أنوف العراقيين نتيجة الممارسة والتجربة والمآسي الكبيرة التي حلوا بها مع في خلال تواجدهم وحكمهم للعراق. مجلس النواب العراقي ماذا الذي أفاد به العراقيين؟ هل هو أصدر قوانين وقرارات تخدم العراقي الذي يقولون عنه أنه كان تحت نظام حكم استبدادي وديكتاتوري ودموي؟ ماذا قدموا له؟ قدموا رواتب إلى الذين يسمون بجماعة رفحة،
قدموا تقاعد لأشخاص لم يكونوا معنيين لا في عمل سياسي ولا في عمل معارضة ولا في أي عمل آخر. قدموا أموالا بلا حساب هوامير العملية السياسية والتي قدرها القاضي ربما رحيم العقيلي في آخر تصريح له ب$600 مليار هربت إلى خارج العراق. شعب كردستان نفسه خارج الحزبين الحاكمين، يعني قوى سياسية الآن معارضة في كردستان تقول نحن مع القرار المحكمة الاتحادية لأننا لا نعلم أين يذهب النفط وأين تذهب عوائده. الغاز المنتج في إقليم كردستان لا يدخل إقليم كردستان، ولا نعلم أيضا من يستغل أمواله وتقدر بمئات الملايين فيما تفتقر محافظة السليمانية على سبيل المثال إلى هذا الغاز. هناك قضايا كثيرة. أشكرك. المقصود أن العراق في أي حالة وفي أي وقت يراد له أن يهدم على رؤوس من هم فيه فيهدم ببساطة شديدة، وهذا مثال واضح على عملية التدني السياسي والأخلاقي الذي يتمثل بجماعة العملية السياسية. دكتور مصطفى البزرقان، الآن المحكمة الاتحادية أبطلت قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق. الكلام الآن عن مصير العقود المبرمة بين سلطات كردستان العراق والشركات الأجنبية، هذه العقود المتعلقة بالتنقيب بالاستكشاف بالتصدير وغيرها. والسؤال أيضا المهم الآخر، هل ستسمح سلطات كردستان العراق لوزارة النفط في بغداد بتدقيق الاتفاقيات وتدقيق العائدات المالية كما ورد في نص قرار المحكمة الاتحادية؟ طبعا بعدما نتابع ردود الفعل السلبية تجاه هذا القرار، قرار المحكمة، نرى أنه ليس هناك بصيص أمل في التعامل بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، ولكن هذا يجرنا إلى ثقة الشركات النفطية. الشركات النفطية في السنوات الماضية كان هناك متراكم ديون للشركات النفطية، كان هناك جزء من تسديدها على يعني على عاتق حكومة بغداد، الحكومة الاتحادية. هذه نقطة. النقطة الثانية، إن استمر هذا الخلاف وهذا الخلاف قانوني، يعني لابد من الإشارة إلى أنه بعيدا عن المبررات السياسية والفهم السياسي لهذا، هذا هو قرار قانوني من محكمة اتحادية، هي المحكمة العليا في العراق. بالتأكيد الشركات، وهناك أكبر 6 شركات نفطية وغاز في الإقليم، ستأخذ هذا بالاعتبار. ولذلك أنا أعتقد أنه لابد من الدفع باتجاه الالتزام بهذا القرار، وبالتالي هناك بدائل. يعني دائما لابد أنه نطرح، ليس هو سوء في الموجود، ما هو البديل؟ البديل هو تنفيذ أو إقرار قانون النفط والغاز للعراق ككل. هذا سيضمن حق الإقليم وحق يعني المحافظات المنتجة وحق أجزاء الأخرى من العراق وحق الشعب العراقي ككل، سواء في الإقليم أو في المحافظات الأخرى. هذه نقطة لابد من توضيح، نقطة هي لصالح شعب الإقليم، لصالح الشعب العراقي ككل، وهي اليوم العقود التي يعني توقع في الإقليم هي عقود خدمة ومشاركة، هذه تجعل أنه أكثر من 48% من الأرباح للشركات. لو أقر قانون النفط والغاز في العراق سيكون هناك، ويتم اليوم بيع النفط خارج مؤسسة سومو لبيع النفط العراقي، ولذلك تكون الأسعار متدنية. لو كان هناك البيع من خلال شركة سومو ستكون الأسعار مساوية للأسعار الدولية، وهذه أيضا خسارة لشعب الإقليم. هذا يدل على أنه لا بد من إقرار قانون النفط والغاز في العراق، وبالتالي الاستفادة منه في كافة مناطق العراق. دكتور رافع، السؤال بالأساس، لماذا وافق شركاء العملية السياسية، خاصة القانون صدر طبعا يعني سن في زمن حكومة المالكي، وافقوا على أن يكون هناك قانون خاص بكردستان العراق لعام 2007. الآن القرار غير شرعي، والقرار كما طبعا يوصف من شركاء العملية السياسية، شركاء الأحزاب الكردية، أنه هذا الحقيقة عبارة عن تقنين لسرقة يعني ثروات العراق، الاستحواذ على النفط والغاز في شمال العراق، وهذا جزء من ثروة عامة للشعب العراقي. بالأساس لماذا سن
ولماذا الآن ألغي؟ هو هذا التفسير المنطقي. عندما تتحدث عن أن القرار قانوني وغير قانوني، نحن بدنا نناقش قانوني أو غير قانوني. محكمة الاتحادية كما حددها الدستور، كما حددتوها، حددتها الحكومة، عندما تصدر قرار يمكن لا يجوز الطعن فيه حتى. نعم. قانوني خلاص. نعم. انتهت. هي مو القضية قانونية ومو قانونية، لكن هذا السؤال المنطقي الآن، هم ليش صدروا؟ ليش قبلوا به؟ الآن ما قبلوا به. وهل كان عندما سن كانوا يعلمون أنه لا يجوز، غير قانوني، لا يجوز التصرف بثروات جزء من العراق بهذه الطريقة؟ ما هو هذا، هو هذا السؤال. إذن نعود مرة أخرى إلى جدل السياسة. نعم. ما هي هاي القضية؟ القضية جذورها سياسية. أنت تذهب بي إلى الحديث عن القانون. نعم قانوني، طيب، لكن من حركه؟ من وضعه في هذا الإطار؟ هي السياسة. لماذا تنازلوا عنه وسكتوا عنه طوال 15 سنة؟ نعم. الآن عادوا لمحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية مو دورات سابقة موجودة لم تفعل شيئاً، لماذا الآن تحدثت بهذه الطريقة؟ في الأساس أنت تنظر إلى القوى السياسية وترى أن هذه القوى السياسية، دعك من المسميات، الائتلاف الفلاني، المعرف منه الأحزاب المؤتلفة، الجماعات المؤتلفة، الجماعات المعرف منه المتحالفة، كلها كذبة كبيرة. هناك خلافات كبيرة بيناتهم، صراعات كبيرة على المكاسب حتى في الشمال. الآن أنت تنظر إلى السليمانية والأحزاب والحزب الكردي في السليمانية، الآن أهل السليمانية ضد، مع المحكمة الاتحادية. نعم. ضد قرار أربيل. نعم. هناك صراعات، رغم أنك تسمع أن القوى الكردية تأتي إلى بغداد في الانتخابات موحدة، يقولون ويقولون أن قواها موحدة وقرارها موحد، وحتى في قضية ترشيح رئيس للجمهورية هم غير موحدين. هناك خلافات كبيرة، وهذه الخلافات البعض ينفيها وهي واقع حال، لأن العراق من تخلف إلى تخلف. جزء من هذا التخلف، جزء من الكارثة، هي الخلافات اللي موجودة، الصراعات اللي موجودة، وصراعات على المكاسب ليس من أجل الوطن ولا المواطن، هذا ما له علاقة. لأنه لو كانوا يتصارعون على الوطن والمواطن ما كانوا رضوا بهذا الدستور الآن المختلفين عليه ويجب تعديله، لأنه هذا الدستور من البداية لم يبنى على المواطنة، بني على أساس المكونات، وهذه واحدة من الكوارث، وبني وفيه مواد كثيرة لم يتم تنفيذها، أجلت، جمدت، سكنت إلى وقت ما. فأنت كل الوضع السياسي، كل ما يأتي وضع سياسي معين يحتاجون للدستور، يلعبون بالدستور وتتحرك المحكمة الاتحادية. وأعيدك مرة أخرى إلى قضية ربما مشابهة، عندما فازت قائمة إياد علاوي في عام 2010 أين ذهبوا؟ إلى المحكمة الاتحادية. قالوا المحكمة الاتحادية تحكم، من هي الكتلة الأكبر؟ وإذا بفرية جديدة أن الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تشكل في البرلمان. هذا لم تحصل في العالم كله، أن هناك قوى فازت بالانتخابات هي من تشكل الحكومة وخلص، لكن لعبوا. واليوم المحكمة الاتحادية لا تريد، يعني مو حاسمة قضية الكتلة الأكبر الآن. طيب. أيضا فيها مداولات. نعم، ما هو هذا، أنت من تصدر قرار. نعم قانوني. نعم. قانوني، يعني ما أختلف وياك، قانوني قانوني، لكن هل هو مسيس أو غير مسيس؟ هو مسيس. من يلعب هذه اللعبة؟ وأنت من حقك أستاذ ماجد أن تسأل، والسؤال منطقي جدا، إذا ما توافقوا فيما بينهم. نعم. هل سيلغون هذا القرار؟ نعم. هل سيسكتون عنه سيجمدونه؟ نعم. نعم سيجمدونه وسيسكتون عنه مثل ما سكتوا عنه 15 سنة. لأنه الآن لو الإطار وطني، لو الإطار عقلاني، لو هذه القوى تحتكم إلى مصالح الشعب وثروات، اللي كانت أصدرت قانون للنفط والغاز منذ عام 2003 أو على الأقل منذ عام 2007. عام تقصد؟ عام. نعم. ولما ذهبوا إلى هذا الخلافات بين لكن هذه الخلافات عندما يتوافقون مع الأكراد لا وجود الخلافات، عندما يختلفون في مصالحهم وهذا الصراع يذهبون إلى هذه الطبع. هذه المحكمة الاتحادية اللي هي أعلى سلطة قضائية موجودة في العراق يتلاعب بها بهذه الطريقة، يعني أي احترام أو أي هيبة أو أي ثقة للناس المجتمع بالمحكمة وبالقضاء؟ طيب أنا أسأل سؤال، هم المحكمة الاتحادية من مكونة؟ من قضاة. هؤلاء القضاة من نزلوا باراشوت؟ محاصصة يعني؟ ولا هم تابعين لأحزاب وقوى؟ هم يقولون أنهم مستقلين، لكن واقع الحال هم غير مستقلين، هم أحزاب وقوى رشحتهم ودفعتهم بهذا الاتجاه، يقولون لنا يا مستقلين، لكن أيضا نوازع خاصة بهم. لماذا لم يوافق اثنين أو ثلاثة من القضاة على هذا القانون؟ يعني لماذا؟ من هم؟ عود إليهم. يجوز محسوبين على التيار الصدري، ربما على التيار الصدري أو على الأكراد. على الأكراد ربما. لم يوافقوا على هذا القضية. إذن هي القضية كل القرارات محاصصة،
ضمن إطار المحاصصة وضمن إطار الصراعات هذه والمصالح والمكاسب. دكتور فارس، الآن هذا القرار المحكمة الآن ارتأت اقتنعت توصلت أنه هذا قانون باطل، هذا القانون باطل وما كان ليصدر لا أساس له، وبالتالي كل ما بني على هذا القانون الباطل أكيد باطل. الآن هناك إيرادات متحققة من إنتاج وتصدير نفط وغاز من 2007 إلى اليوم، هذه الأموال التي حصلت بناء على قانون باطل في كردستان العراق، هل ستعتبر هذه الأموال أيضا أموال منهوبة؟ هل ستعاد إلى خزينة الدولة العراقية أم أنها ستذهب كما ذهبت أموال العراق الأخرى التي تقدر بتريليون دولار من 2003 إلى اليوم؟ هو في الحقيقة القرار اللي صدر من المحكمة الاتحادية في جزء من عنده يطالب القرار الجهاز الرقابي في الدولة بمتابعة مبيعات النفط لإقليم كردستان. وأظن القرار صدر بأثر رجعي. نعم، منذ صدور القرار يعني في 2007 متابعة وإحصاء المبالغ التي بيعت بها كميات النفط في إقليم كردستان والتفاهم مع شركة التسويق النفط العراقي سومو من أجل أن تحصر هذه الأموال وتطالب بها من قبل الحكومة الاتحادية. نصوص واضحة في القرار تطالب. أنا أعتقد الموضوع هو كله الحقيقة يعني إذا أتينا إلى الفرية التي قالوها في 2007، لماذا يأخذ إقليم كردستان حظه من النفوط الموجودة في أراضيه فيما هناك نفط في بغداد والبصرة والكوت والعمارة ومناطق والموصل؟ لماذا هل هؤلاء عراقيون يختلفون عن الأكراد العراقيين الموجودين في المحافظات الشمالية؟ هي عملية أنا باعتقادي عبارة عن مكافآت للأكراد لدورهم الذي كان ربما دورا مفصليا ارتكزت عليه عملية احتلال العراق من قبل الاحتلال. يعني كل الأمور التي جرت، كل التسريبات، كل المناطق الآمنة التي وفرتها مناطق إقليم محافظات الشمال هي كانت برعاية كردية من الأحزاب نفسها. لذلك أعتقد أن هذه العملية عملية مشوهة، عملية غير قانونية وغير أخلاقية، لأن ما ذنب ابن البصرة كما ذكر الدكتور رافع يعاني من الفقر والجوع والمرض والتخلف والأمية والبطالة والميليشيات يعني متربصة كل على جهة، لماذا يعاني من هذا كله وهو يسبح ببحيرة من نفط؟ إذن هذا القانون يجب أن يلغى ويجب أن تكون هناك إرادة شعبية لمتابعة هذا الموضوع. لكن أنا بتقديري أنه بمجرد أن تبدأ يعني العملية السياسية من جديد من أجل أن تشكل حكومة ستكون الأمور بأثر رجعي أيضا ربما لإعادة دراسة الموضوع أو يوجه مجلس النواب بدراسة مشروع القانون والغاز من جديد بصيغة ربما معدلة من أجل تمريره أيضا أو أبقاء في مجلس النواب كما بقى هذا القرار منذ عام 2007 إلى الآن دون رفع إلى المحكمة الاتحادية. نعم دكتور مصطفى، القرار قرار المحكمة أيضا تطرق إلى العقود المبرمة بين السلطات في كردستان العراق والشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف وتصدير والإنتاج والنفط وما إلى ذلك، واعتبر هذه عقود الحقيقة باطلة، وعلى وزارة النفط في الحكومة في بغداد أن تدقق هذه العقود. طبعا واضح أن هذه العقود عندما يتنصل أحد الأطراف من التزاماته ستكون هناك يعني غرامات أو عقوبات جزائية مالية. الآن هذه العقوبات إذا يعني حصلت فعلا، هذه الشركات من حقها أن تطالب السلطات في كردستان العراق باعتبار هي من أبرمت هذه الاتفاقيات، أم أنها تذهب إلى الحكومة في بغداد باعتبار أن هذه الثروات الآن قد آلت إلى المركز في بغداد؟ هذه نقطة جديرة بالنقاش وجديرة بالملاحظة أيضا، سواء من حكومة الإقليم أو حكومة بغداد، ولكن هذا يأخذنا إلى 7 سنوات ماضية. يعني قبل 7 سنوات كان هناك أيضا نزاع بين الإقليم وبين حكومة بغداد، وكان هناك دعاوى من قبل بعض الشركات على الحصول على، كانت هناك ديون متراكمة
على الإقليم من قبل الشركات النفطية والتنقيب عن الغاز، وتم أما حلها أو وضعها على الرف لأسباب سياسية واضحة كما ذكر يعني الضيوف الكرام. ولكن هذه نقطة أساسية، أنا أعتقد وأنه لا بد من إقرار قانون النفط والغاز، لا بد من عدم التقليل من هذا القرار. قرار المحكمة قرار قانوني يمكن الاستناد عليه حتى في الدعاوى التي ممكن أنه تفرض على الإقليم وحتى على الحكومة في بغداد. لماذا لا يأخذ هذا القرار فعلا قرار لصالح العراق ولصالح العراقيين، وبالتالي التركيز عليه، ليس يعني الترويج أنه سيتم وضعه على الرف. لا، لا بد من إقراره، لا بد من متابعته، لا بد من تنفيذه، وبالتالي تنفيذ قانون النفط والغاز الذي ضمن ثروات العراق وضمن حقوق كل محافظة وكل محافظة منتجة، حتى سماها بالاسم المحافظات المنتجة، هي من ينتج أكثر من 150 ألف برميل يوميا. لهذه الدرجة قانون تفصيلي، ولكن مع الأسف لم يقر منذ 15 عاما. دكتور، هذا القانون يعني حكم المحكمة الخاص بقانون النفط والغاز في كردستان، الحقيقة أعاد الجدل مرة أخرى بشأن جولة التراخيص النفطية التي عقدها الشهرستاني في حكومة الكاظمي، حكومة المالكي آنذاك، وهي الحقيقة متهمة أيضا بالفساد، ومتهمة بأنه استحواذ على ثروات العراق لسنين وعقود قادمة. هل المحكمة لديها أو تستطيع أن تحكم ببطلان جولات التراخيص على غرار حكم قانون ونفط الغاز في كردستان العراق؟ هل لديها الولاية القانونية على جولة التراخيص بمفردها، تستطيع أن تقول هذه باطلة وتلغيها؟ دعني أقول نقطة، هذا قرار المحكمة متعلق بدعوة مرفوعة من وزير النفط العراقي إضافة إلى وظيفته منذ 7 سنوات تم ترويجه، فهذا يعتمد على دعوة. سيتم عرض دعوة كما ذكرت من حقه المحكمة الاتحادية. دكتور، من حقه أن يتقدم بدعوة إلى المحكمة الاتحادية ضد جولة التراخيص النفطية؟ أنا أعتقد أنه هناك بعض المحافظات يتم إقرار حقها في الاعتراض. هناك أي جهة، لابد من، دعني أوضح نقطة، أنه هناك ثلاث جهات تعود إليها الإدارة في القضايا النفطية. وزارة النفط، كان هناك لابد من يعني الإشارة إلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز، هذه نقطة، شركة النفط الوطنية، الشركات الأجنبية التي تعاملت مع العراق بهذه التراخيص. هناك نقطة لابد من ذكرها، عمليات الفساد مستمرة منذ العام 2003 لحد اليوم. كان هناك موارد نفطية للعراق تجاوزت $1.5 تريليون. أين ذهبت؟ هذه النقطة. فلا بد من محاسبة الفاسدين. ذكرتم بعض الشخصيات التي وعدت العراق، وأنا حاضر في مؤتمر في عام 2004، أحد هذه الشخصيات التي ذكرتم اسمها قال بالحرف الواحد العراق في عام 2009 سيبدأ بإنتاج 9 مليون برميل يوميا. اعترضنا عليه ولم يتحقق أي من ذلك. وعد العراقيين بتصدير الكهرباء ولم يتحقق ذلك. هناك عمليات فساد منظمة، لابد من تأسيس محكمة لمعالجة هذه الفساد وتأشير الفاسدين وعرضهم للعقوبات العراقية، وبالتالي استعادة جزء من منهوبات العراق. شكرا دكتور رافع. في الدقائق الأخيرة، هل سنتوقع أيضا أسلحة أخرى، توظيف آخر في إطار الصراع بين شركاء العملية السياسية على غرار هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية عن نفط وغاز كردستان؟ بالتأكيد أستاذ ماجد، ما دام الصراع بين هذه القوى على المكاسب والمطامع والفساد، يعني ستصدر كثير من هذه الأمور وسنراها. لكن دعني أقول ربما تعليقا على ما جاء في دكتور البزرقان قبل قليل، قال هناك يجب أن تكون محكمة تدقق في الفساد. إذا ما ردنا هذا الموضوع، سأعود إلى القرار نفسه اللي صدر من المحكمة الاتحادية. لماذا صدر هذا القرار؟ يعني في تفسيرات هذا القرار، الحفاظ على الثروة في العراق. نعم. هل يجوز أن تحافظ على جزء من الثروة في العراق وتترك جزء آخر؟ إذا فعلت ذلك فهناك شبهة فساد. فإذا نحتاج إلى محكمة فوق المحكمة الاتحادية تدقق حتى مع المحكمة الاتحادية. وجوز المحكمة الاتحادية دكتور، لا تعتقد أن ثروات العراق الأخرى تحت الفساد؟ طيب. أو عرضة طيب على الأقل تحقق فيها. نعم. التقارير الأمريكية والتقارير البريطانية للدولتين اللي اعتبرتها الأمم المتحدة هي محتلة للعراق في
في عام 2003 تقاريرهم تقول أن كل الأحزاب التي في السلطة في العراق لديها حصة في النفط، يصدر النفط ولديها حصة، عدا التهريب، عدا تهريب النفط الإيراني كان بأنابيب ميليشيات وكذا، وكل هذه القوى الحزبية لديها أرصفة في الموانئ، وكل هذه القوى لديها منافع حدودية، وكل هذه مليارات من الدولارات. حتى الحكومة تشتكي من هذا، ما هو هذا جزء من ثروات العراق. طيب المحكمة الاتحادية ترى بعين واحدة، هل هي يعني لا ترى إلا بعين واحدة وزاوية الرؤية مالها محددة؟ ترى هنا ثروات يجب أن تحافظ عليها، وهناك ثروات يجب أن لا تحافظ عليها، أن تنتظر مثل ما قلت أنت، من له الحق أن يرفع دعوة؟ تنتظر دعوة أن يرفع من ترفع هذه؟ من مثلا الموانئ العراقية ترفع ضد الميليشيات وضد الأحزاب، أو المنافذ الحدودية وزارة الداخلية ترفعها ضد، فبالتالي اللعبة ستستمر، وما دام الصراع موجود. شكرا دكتور، استمر هذه اللعبة. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك، وأيضا شكرا لضيفنا عبر سكايب الدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا لضيفنا باللندن عبر سكايب الدكتور مصطفى البزرقان مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.